بس وانتوا ايه؟ ها؟ لا الجافا سكريبت منتعش، الجافا سكريبت ما هو بس الكونسيبت ده. ها؟ الكونسيبت انت فهمت الكونسيبت احنا بنعمل ايه من اول ما خدنا فانكشن بنيت عليها؟ عملت حاجه انا غير كده؟ فانكشن بنيت عليها. بس التونس بقى تقول فانكشن. طيب دي خلصناه. دي خلصناه. هنخش هنا نتكلم عن اللوب شورت. بص انت عارف انا بعمل ايه؟ انا بدي بص طيب بص اللي انا بعمله ده اللي انا عملته ده شويه حاجه شرحتها وبعمل عليها اكزامبل. انا هشرح مثال حاجه بسيطه خالص ما تاخدش منها ثانيتين. كم اكزامبل عليها؟ اكزامبل اتنين يعني مثالين كاملين على حاجه واحده تمام، مشروعين كاملين تمام. فالحاجه الوحيده كده انا ممكن اشرحها بتاعك ما تاخدش خمس دقائق وهتطلع جروب واحد منهم وكل حاجه، بس تيجي في الحاله العمليه اشتغل بيهم انت عارفهم، بس يستخدمهم في ايه؟ معملهم في ايه؟ غير الضغط مش هياخدوا خمس ثواني لان كلكم هتلاقوهم عارفينه، حتى اي حد مثلا حتى ابراهيم هيبقى عارف خلاص. طيب سرعة سهله كلاسين موجودين في كل لغه برمجه، هتروح للجافا هتلاقي الكلاسين دول، تروح للسي شارب تلاقي الكلاسين دول، تروح للسيكوال تلاقي الكلاسين دول، تروح لاي حاجه تلاقي الكلاسات دول، في جواهم فانكشن، جواهم مين؟ فانكشن، لان احنا اتكلمنا عن حاجه اسمها كلاس قبل كده، عملت لكم الرسمه البسيطه كده في اول محاضره، قلت لكم هنا الاسم وهنا العنوان وهنا التليفون، بنسمي ده مثلا ار، لو انا عايز اخد منه نسخه جديد بقول مين؟ ار صح؟ في مشكله في كده؟ نيو ار، نيو مين؟ ار. اول ما اقول نيو ار كده انا خدت منه ايه؟ اوبجكت، نسخه جديده صح؟ جوه النسخه دي اقدر احط في متغير. النسخه اللي انا خدتها احطها في مين؟ اسمه اوبجكت 1. عايز اخد منه نسخه ثانيه؟ اقول له نيو مين؟ ار واحطه في مين؟ اوبجكت. بيطلق على الار دي الاصل اللي هو السماره اللي احنا صورناها الاصل صح؟ الاصل ده بنسميه كلاس، بنسميه ايه؟ كلاس. الكلاس هو جواه شويه خصائص، شويه مين؟ خصائص. يبقى الكلاس جواه ايه؟ خصائص، وجواه بعض من العمليات اللي هي الفانكشن. يبقى اي كلاس في الدنيا فيه خصائص وفي ايه؟ خصائص وفانكشن. طيب يعني انا لو عايز انادي على البروبرتي دي امسك الاوبجكت اقول له دوت نيم دوت ادرس دوت فون. طب لو في فانكشن هنا اسمها بلاي يلعب مثلا، عايز انادي عليها اوبجكت دوت مين؟ بلاي. في مشكله في الاول ده؟ يبقى انا بوصل للخصائص من عن طريق مين؟ الاوبجكت، وبوصل للفانكشن برضه عن طريق مين؟ الاوبجكت. في مشكله في الاول ده؟ طيب احنا بقى هناخد كلاس، اكيد الكلاس دي جوه عشان مين؟ فانكشن. جوه مين؟ شويه فانكشن ابدا اوصل له خلاص وابدا اتعامل معاه. فانكشن جاهزه يعني انت مش هتكريتها، احنا عرفنا ازاي بنكريت فانكشن، عايزين نستخدم الفانكشن الجاهزه بقى اللي عنده. فانكشن شويه فانكشن جاهزين خالص سهلين. بس تعالى نتكلم عن الاوبجكت قبل ما نتكلم عن الكلاس قبل ما اروح لهم. في هنا حاجه كده قبل ما اروح قبل ما اروح للحته دي نروح نفهم فكره الاوبجكت والكلاس كده. انا في الاندكس عامل اندكس 2 اندكس 2 دوت مين؟ اتش تي ام ال، واقول له هنا اتش تي ام ال 5. تعالى اكتب هنا شويه حاجات. فاكرين الفيديو يا شباب؟ فاكرين الفيديو؟ احيانا كده اليوتيوب بتلاقيه بيعمل لك الزرار البلاي وزرار الستوب زي ما البراوزر اللي بيعملهم، ولا هو بيكريت لهم هو باتون؟ بيكريت لهم باتون. تعالى اعمل كده باتون. تعالى اعمل فيديو، قصدي فيديو. الفيديو ده طبعا عشان تشغل الفيديو صح تعمل كده فيديو. مش هتعمل فيديو كومبليت ليه؟ لا لا فيديو. طيب الفيديو ممكن يتكتب كده شباب، ممكن يتكتب كده تمام، وتدي له السورس صح. ده اللي انتوا علمتوه معايا في الاتش تي ام ال. قالك ده كان جديد على قديمه، طلع بقى ان بعض البراوزرات ما بتسبورتش مين؟ الفيديو. يعني انا ممكن احط فيديو اخت مش هيسبورت مين؟ فين عايزين فيديو كده؟ بس ده فيديو كبير بقى. تعالى ناخده ده فيديو. لو الاسم الفولدر اسم ال
لو نفس الفيديو في نفس المكان اكتب اسمه ايه على طول. فبقول له مين السورس بتاعه. تعال افتح كده كليك يمين ريفيل اكسبلورر الفيديو ايه ظاهر اهو تمام، بس مش ظاهر لي مين كنترول الويتس بتاعه. الويتس مثلا 50% 50% اعمل كنترول اس اعمل ريفرش ده الفيديو صح. احيانا البراوزر ما بيسبورتش بعض الفيديوهات. لو انت كتبت كده سبورت فيديو HTML هتلاقي الامتداد اللي بتسبورت ايه ال HTML والبراوزر بتاعهم اللي بيسبورته. هتلاقي MP4 هتلاقي دوت افتح لو انا عندي مثلا حاجه مش بتسبورت حاجه مش مين مش بتسبورت انا هكتب هنا باراجراف كده بسيط خالص اتش 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 تمام. وتعالى قبل الفيديو اعمل ايه باراجراف كده تحت اتش تي ام ال اهي عشان الناس تبقى. انا عندي هنا بدايه الباراجراف وبعد كده باراجراف ووسطهم مين فيديو. فرضا انا جبت فيديو مش بيسبورت البراوزر مش بيسبورته البراوزر مش بايه بيسبورت. عملت كده مثلا ام بي مثلا 5 مثلا اكيد ده فيديو مش بيسبورت مين كذا اللي حصل واخد المساحه. عايز اقول لك ان هنا الفيديو مش تاجة عاديه مش زي تاجة باراجراف كذا ده بتاخد مساحه مين الفيديو صح ولا لا. انا عايز اقول لليوزر ده بص انت ممكن يكون او الفيديو ده ممكن يكون البراوزر اللي هو جوجل كروم مش بيسبورته لكن فايرفوكس بيسبورته. انا عايز اقول له هنا انت البراوزر بتاعك فيه مشكله افتح لي على براوزر تاني المشكله مش عندي ده المشكله انت بتستخدم براوزر ايه جديد. فقال لك بص التاجه دي مش نافعه معانا التاجه دي انا عايز اكتب كلام مش عارف اكتب كلام. قال لك بص خلاص بقى في اتش تي ام ال 5 فراح اقول لك ايه عشان المشكله دي تتحل. فقال لك اكتب فيديو وتيجي جواها انست التاج انست مين تاج اسمها سورس اسمها مين هي اللي تكتب فيها مين تكتب فيها قفله مين السورس يا عم في السورس اساسا سيلف كلوز سيلف مين كلوز. قال لك هي اللي تكتب فيها مين السورس وتكتب السورس بتاعنا مين اللي هو كان الفيديو كان اسمه ايه كان اسمه الاسم اللي هو كان هنا ده فين مسحه ماشي انا اسف اخد السورس دي كده كنترول اكس وامسح مين ده حلو كده مسح حاططها فيها في نيستد مين تاجه. تعال نحط مكان مين السورس. طب فايدتها ايه دي بقى؟ اقول لك هنا بقى تيجي هنا كده تقول له لو هو مش سبورت عايز تطبع له بقى اقول له البراوزر بتاعك البراوزر رجاء مثلا اختيار متصفح يدعم امب 4 ده مش كده بس ده بيقول لك كمان تقدر تحط اكتر من تاج يعني مثلا بص يعني تحط امتداد وامتداد وامتداد بحيث ان انت تعد احتماليه ان البراوزر ده بيدعم ام بي 4 وما بيدعمش دوت اورج ما بيدعمش كذا. فانا هحط مثلا ام بي 4 وبعد كده احط ام بي 5 وبعد كده احط امتداد ثاني واروح احط ايه من ضمنهم. لو ما شغلش ده هيشغل ده هيشغل ده لو ما شغلش خالص هيعرض لي مين الكلمه المكتوبه. دلوقتي كده هيشتغل مش هيشتغل هيشتغل ليه علشان في واحد بيدعمه. اعمل كنترول اس اعمل ريفريش الفيديو شغال اهو بغض النظر ان انا ما كتبتش ويتس. المفروض تيجي هنا تكتب مثلا ويتس 50% كنترول اس اعمل ريفريش تمام كده. رحت حطيت امتداد ما بيدعمش مثلا كده كنت عامل كده هل ده ام بي 4 هيشتغل مش هيشتغل البراوزر مش بيدعمه. اعمل كنترول اس اعمل ريفريش المفروض يكتب لي مين ما كتبش ليه بقى رجاء حط جوه تاجه ولا ده لا عادي جوه تاجه او كذا دي المفروض يطبع لي دي ممكن يكون كايش
فيديو HTML5. حد معانا باقة شباب؟ حد معانا باقة نت؟ فتحنا الأشياء من باقة نت. على كده عبال من نت يوصل كده خلينا اشتغل مع الفيديو كده. ارجع اقول لك ايه المشكلة، ان انا تشتغل هنا والمفروض تكتب رجاء تكتب السورسات اللي عندك كلها، تكتب السورس اللي عندك هنا ويبدأ تشتغل معك. فانا اقول له سورس يساوي src يساوي الفيديو اللي هو موجود هنا، كليك يمين الفيديو اكسبلورر كنترول اس كنترول في. طب انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز بالجافا سكريبت ده. اولا ينفع اشغله ما ينفعش اشغله؟ لازم تكتب له كلمة مين؟ كنترول. تعالى كده اعمل كنترول ريفريش، ده الكنترول اللي موجود في مين؟ في البراوزر ده. طب لو انا فتح براوزر تاني شوف الكنترول موجوده هنا صح؟ طب تعالى افتح براوزر تاني كده، كليك يمين على جوجل كروم، انا كنا فاتحين جوجل كروم، افتحه فايرفوكس. فتحته في فايرفوكس الكنترول اللي اتغيرت الى حد ما صح؟ روح كده على البراوزر التالت انترنت اكسبلورر، براوزر ده عامل لي حاجه تاني خالص صح؟ مش موجود ده مش بيسبورت ده صح؟ طيب قول له اي حاجه كده المفروض يطبع اي حاجه دي بقى. المهم ريفريش شغاله تمام، شغاله ده اتغير الكنترول خالص. افتح اليوتيوب عندك على براوزر فايرفوكس شوف البلاي بتاعه نفس البلاي، افتح على مش عارف الموبايل نفس اليوتيوب تلاقيه ايه؟ هو مكريت كنترول خاصه بيه صح؟ انت الويب سايت بتاعك ينفع يفتح على البراوزر بشكل يفتح على البراوزر تاني ايه الشكل الغير ده الموقع اتغير صح؟ فاحنا عايزين الكنترول اللي هي الفيديو دي تبقى، مش انا عايز الزرار اللي يتغير من براوزر لبراوزر، انا عايز اكريت ايه؟ بوتون ادوس عليه هو بالشكل اللي انا عايزه هو اللي بلاي، وزرار تاني ادوس عليه هو يدوس ايه؟ ستوب. يعني انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان عمك الحاج الكنترول دي مش عايزها خالص صح؟ مش عايزها خالص، انا عايزه بلاي وستوب ويشتغل فيها صح؟ طيب تعال كريت سكريبت بقى، اقول له مين؟ سكريبت. مال السكريبت ده؟ عايز اعمل زرار بالشكل اللي انا عايزه، انا اعمل زرار كده اديله اي حاجه من البوت ستراب، يعني مش هعمل المفروض انت تعمل زرار بلا بلاي وزرار مش عارف ايه والكلام ده كله، انا بس هجيب الربط الملفات من هنا من البوت ستراب وانت بقول لك تجيب الكلاسات من هنا. طيب تعالى هنا خد مين اللينكات بتاع مين بتاع البوت ستراب وتعالى مين اربطها معانا هنا وتعالى نعمل الزرارين، الزرار اللي هيعمل بلاي والزرار اللي هيعمل مين، وبالبوزيشن حطهم في البيرنت بتاعهم، يعني المفروض يعني ان انت هتشغل ازاي عشان بس تحط الديف دي كده وتحط الديف دي هنا وتحط جواهم البيرنت. ليه؟ لان انا اديله بوزيشن ابسوليوت يتحرك مع الاب نسبه للاب. فاكرين نسبه للاب والام والكلام ده؟ فاكرينه ولا نسيته؟ طيب هقول له هنا مين الباتون بتاعه كذا، بس عشان تعرف بس ان انت الحاجات اللي احنا كنا بناخدها مش بتتركن، فكل يقول لك اركن 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 بتستخدم اهي والله. وفي الباك اند هتلاقي الجافا سكريبت بتستخدم ايه ده؟ ده كنت افتكر ده حاجه كده على السريع. ماشي يا باشا، هقول له هنا مين؟ بلي. هقول له هنا الزرار اسمه مين؟ بلي. وهنا الزرار اسمه مين؟ ستوب. كل كلمه قلتها كانت مهمه ومش مستخدمه. بلي ومين؟ وستوب. تعالى اعمل كنترول اس. الفيديو اكسبلورر افتح الحاجه بتاعتي الزرار اسمه بلي والزرار اسمه ستوب بغض النظر عن شكلهم. شكلهم انت عندك البوت ستراب وعندك الكلاسات وعندك الفون اي الجراف اي. تمام؟ طيب. انت اللهم صل على وسلم اوف لاين بوت ستراب عندك هنا في الجوف ايكون هنا حاجه اسمها بلاي، هنا تلاقي حاجه بتشغل فيديو هنا فين؟ دي؟ مثلا افترضنا فرضا دي البلاي، اقول له فين؟ بدل ما كلمه بلاي بعمل كلمه مين؟ سبان، وجوه السبان بدل له ايه؟ كلاس بتاع اسمه مين؟ بلاي. هيرسم لك على البطن شكل مين؟ شكل على البطن، هيبقى البطن موجود ومرسوم ايه؟ والثاني هيبقى ستوب بقى اديله كلاس نفس الكلاس اللي هو ستوب ده جنبه، ده الستوب؟ عامل الستوب.
نفس الكلام برضو اديها مين؟ اسبان. جوه الاسبان اقفل الاسبان واقول له خد الكلاس اللي اسمه مين؟ اللي اسمه ستوب. اعمل كنترول اس، اعمل فريش. بقى الشكل بقى السي اس اس اللي انت عايز بقى براحتك. تمام؟ عايز احركهم هنا بقى بالبوزيشن. بوزيشن بوزيشن، هاتهم في الحته دي، هم عايزهم في النص هنا. بوزيشن فاكرين البوزيشن؟ طيب بس ابسوليوت بقى عشان تحرك نسبه لمين؟ للديف اللي هم موجودين. قول له بلاي، مفيش بلاي. دو ستوب، مفيش ستوب. ليه؟ ما لسه مش شغلتهمش، لسه في كود هيتكتب جافا سكريبت. عايز اقول له هنا بقى، فلما اضغط على مين؟ اون مين؟ لا مش هقول، ممكن جميل جدا. قال لك بص خد زيس، بس ده باطل، مش عايز، مش هاخد زيس في الحياه، مش محتاج. انا هاخده باطل اعمل بيه ايه؟ انا هاخده باطل اعمل بيه ايه؟ انا عايز الباطل ده اضغط عليه يمسك لي الفيديو ده. الفيديو ده في حته ثانيه، في وادي ثاني، اساسا هو موجود. شوف شوف فكر تفكير ايه؟ زيس هو اي حاجه هيستخدمها، حاجه خدناها بقى نستخدمها. انا كده ليه؟ خلاص؟ انا مسألة وسريعة اعمل بها ايه؟ ما هو مش موضوعنا، مش قصتنا خالص. فين هنا؟ اعمل بها ايه اساسا؟ زي خد الباطن، هتعمل بها الباطن ولا حاجة. لو في خمسة، لو في خمسة مثلا فيديوهات في الصفحة، لو هم منتشرين بقى خلاص بقى ممكن تمسكهم. بس انت ما عندكش خمسة فيديوهات. سي مثلا، سي كل المعارضات عندك بلاي ليست مثلا. بلاي ليست، فانت بلاي ليست ده انت محتاج ان انت بقى تحط بقى الزرار في البطن، فانت محتاج برضه تستخدم زيت اللي انت عايزها. طبعا لكن في المثال اللي احنا فيها ده ماشي. طيب بس احنا مش محتاجينها هنا. طيب هقول له مين؟ بلاي. بس ما تكتبش بلاي، لان في فانكشن جاهزه اسمها بلاي في الجافا سكريبت. هقول له بلاي مين؟ فيديو. بلاي مين؟ الفيديو. تعال هنا قول له كاريت الفانكشن اسمها مين؟ فانكشن اسمها مين؟ بلاي فيديو. بتعمل ايه؟ كل الحكايه بتعمل ايه؟ بتمسك الفيديو بتشغله. فين الفيديو؟ ادي له اي دي، صح؟ اي دي اسميه مين؟ ماي فيديو، صح كده؟ طيب وخلي بالك انت ممكن تكريت الفيديو في الران تايم. تمام؟ ممكن تكريت الفيديو في الران تايم. ازاي؟ ممكن في الران تايم كده تقول له حاجه كده فاريبل، زي ما احنا كنا بنكريت الالمنت في فاريبل اسمه مثلا، تيجي تقول له ايديو، هي اسمها ايديو، هي اسمها مين؟ ايديو. بس عشان كانت ايلمنت جديد اقول له نيو مين؟ نيو مين؟ نيو مين؟ طيب كده كانت ايديو؟ بس تعالى احطه في فاريبل اسمه مين؟ ايه مثلا؟ كده يبقى عندي الايديو، صح؟ تقدر تقول له ايديو دوت سورس، تدي له المسار بتاع الفيديو، صح ولا لا؟ والاوديو ده الصوت بس؟ بتاع الصوت ده. بتاع الصوت، ما في فيديو، زي ما في فيديو في ايه؟ كلاس اسمه فيديو. في كلاس ده اسمه كلاس، ده كلاس احنا شغلنا الفيديو ده. انا بقول له ممكن تكريت في الران تايم، ممكن تكريت في الران تايم ايديو. تمام؟ ده انا بقول بقى ممكن، ده انا مش بشرح، انا مش بشرح، مش بشرح، بقول لك في الران تايم في الجافا سكريبت ممكن تكريته كومنته خالص. المهم انا عندي الفيديو عايز اشغله. الفيديو واخد اي دي اسمه ايه؟ ماي فيديو. اقول له مين؟ دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي اسمه مين؟ ماي فيديو. انا عايز اقول له ايه؟ انت بلاي، صح؟ على طول اقول له دوت بلاي، خلاص دوت مين؟ اعمل كده دوت بلاي. المفروض فانكشن جاهزه بلاي فيديو. لا ده الفانكشن جاهز، في فانكشن جاهزه عنده اسمها بلاي فيديو دوت بلاي، اللي هي لو انت اساسا عامل حاجه كده، يعني مثلا انت بكريت في الران تايم، هو شايف في الران تايم، عارف لو قلت ايه دوت بلاي مش جايبها برضه؟ لا بلاي بلاي دي فانكشن ايه؟ جاهزه في الجافا سكريبت، خلاص دي فانكشن جاهزه في الجافا سكريبت يا شباب، هي بتعمل بلاي للفيديو او بلاي للحاجه اللي انت عايز تعملها، خلاص؟ تمام؟ في مشكله في كده؟ فانا بقول له دوت مين؟ بي ال، مش جاي ليه؟ ايوه ايوه عشان دوت اليمنت انت خدتها كوبي تقريبا. ماشي بلاي، ده البلاي دوكيمنت. امسك لي الفيديو اعمل له مين؟ بلاي. اعمل كنترول اس، اعمل فريش. سطر كده، سطر خالص، ما تعرفش تعرفه بس. اقول لك تعودنا ان احنا كده تركيز. بص لو احنا عايزين نعمل ستايل ولا سيسس، ربما احتاج سيسس، فانا مش هكتب سيسس الاول، فانا هجيب مين؟
بس معايا يعني كده ده بيتصرف خلاص. يبقى كنا المفروض ان الكلام ده في الصوره مين كنا نفضل هقول له مين ده الصوره خالص معايا اسكيب بلاي وواحده ثانيه زيها مين كذا زرار اسمه مين اسمه كده يا شباب ستوب لينك الناس كده ازاي اسلام وانت سيسس نربط مين الاول المفروض اخد الفانكشن دي كوبي واقول له مين بيست اقول له مين الفانكشن اسمه مين مش عارف ستوب فيديو في حاجه اسمها اللي بتخليك اكسبشن ستوب فيديو بس بدل ما كلمه دي اسمها مش انا باص مش ستوب اسمها بوز باي بوز في باسكت كومبليت على كده اقول له نيو ايديو روت روت اسمها بوز بوز بدل ما هي بلاي مفيش اتش بي ما تفتحوش تشتغل دوت بي اتش بي في حاجه جافا سكريبت اكيد بوز جافا سكريبت بقى مفيش حاجه اسمها بس جافا اسمها بوز بوز تمام في الفيش بلاي سطر خط سنه انت ما تعرفش تعرفه بس موجوده بس هترجع لك الفيديو من اول لا يا راجل لا ما اعتقدش ما اعتقدش ما اعتقدش دوت ستوب هي فانكشن موجوده برضو بعد كده سطر كده سطر خط سنه انت ما تعرفش تعرفه بس تعودنا ان احنا لو احنا عايزين نعمل ستايل ولا سي اس اس اوروبا سطر خط سمعت اه لا في برضه في تايم لاين وفي بلاي وفي كل حاجه دي فانكشن كلها هي في جافا سكريبت خلاص اي حاجه طيب في مشكله في لحمه من ده وبقى الزرار تحط الفيديو اللي انت عايزه تمام في مشكله في لحمه لو احنا فتحناها خلي بالك بالشكل اللي احنا في اي مكان اي براوزر تاني الزرارين مش هيختلفوا روح على فايرفوكس نفس الزرارين نفس الشكل بغض النظر عن الزوم نفس الشكل جرب كده توصل بالسناب خلاص انا مش عايز نت خلاص